بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وشرف وكرم وبارك وعظم، وعلى آله وصحبه والتابعين وتابعين بإحسان إلى يوم الدين، وعلينا معهم في كل لمحة ونفس عدد ما سعى علم الله. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، ما حيينا، واكفنا شر الفتن ما ظهر منها وما بطن، نحن وذريتنا وأبائنا وأمهاتنا وسائر المسلمين، برحمتك يا أرحم الراحمين. اقبلنا إليك غير مفتونين وغير خزايا يا رب العالمين، وشفع فينا حبيبك وحبيبنا سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. أما بعد، نكمل قراءة وشرح كتاب فتح القريب المجيب لابن قاسم الغزي على متن الغاية والتقريب للقاضي أحمد أبي الشجاع الأصفهاني رحمهم الله تعالى، ونفعنا الله بعلومهما وعلوم مشايخهما وشراح مصنفاتهما في الدارين آمين. في فقه السادة الشافعية، فصل في أحكام العارية. هي مشهورة عند لغة المصريين في العارية، وهي بلغة برضه، لكن الأفصح العارية. والعارية أو العارية هي ما يستعار، يعني أن أنا استعير منك شيء أنتفع به وبعدين أرده لك، هذه معنى العارية. يبقى لابد أن يكون هذا الشيء أنه يبقى عينه مع استعمال، مش يستهلك باستعمال. لو حاجة بتستهلك باستعمال ما تنفعش تبقى عارية، تبقى هبة بقى، أديها لك وما تطلبهاش منك لأنك هتستهلك. ما ينفعش أديك مثلا رغيف عيش وانت جعان اقول لك ده عاريه، لان حتى اكله هيستهلك. ما ينفعش يبقى عاريه، يبقى هديه، يبقى هبه، يبقى اي حاجه من دي. لكن العاريه لازم ايه؟ حاجه ينتفع بها دون ان تستهلك عينك، يعني تخلص. فعشان تنفع تبقى عاريه، اديك كتاب تقراه وتدوني بعد شهر مثلا، او ده عاريه. ادي لك عربيتي تروح بيها مشوار وترجع تداني تاني، دي عاريه. وعلشان كده العارية يعني جاية ايه من عارة، يا عار يعني يذهب ويجيء بسرعة، يذهب ويجيء يعني يروح ويجي، دي من حيث اللغة يعني. فبيقول فصل في أحكام العارية، وهي بتشديد الياء في الأفصح، مأخوذة من عار إذا ذهب، يعني حقيقتها اللغوية هي الذهاب والمجيء بسرعة، هي جاية من عارة إذا ذهب. وحقيقتها الشرعية، خد بالك بقى معناها الشرعي، إباحة الانتفاع من أهل للتبرع. إباحة الانتفاع يبقى إباحة منفعة، مش إباحة عين، منفعة عين، يبقى إباحة الانتفاع من أهل التبرع. يعني لابد يبقى المعير أهل للتبرع، يعني إيه؟ مالك عنده حرية التصرف، فما ينفعش يبقى طفل ولا مجنون ولا محجور عليه بسفة وهكذا، يبقى لازم يكون أهل للتصرف. يبقى إباحة الانتفاع من أهل التبرع اللي هو داخل هنا، أهل التبرع ولا المعير. وإباحة الانتفاع معناها صيغة، عشان تعرف بس أركان العقد من التعريف، أركان عقد العارية. يبقى إباحة الانتفاع معناها فيها صيغة، أقول لك خذ هذا إيه إعارة ثم رده إلي، مطلقة أو مقيدة بزمن. يا إما مطلقة أقول لك خده وبعدين أبقى أخده بعدين، محدد لكش زمن، تسموها إعارة إيه مطلقة، يعني مطلقة من الزمن، أو مقيدة بزمن أقول لك ادوني بعد أسبوع أو بعد 10 أيام أو بعد يومين، يبقى قيدناها بزمن. هنتكلم على أحكام المطلقة والمقيدة بعد شوية في الآخر، لأن المطلقة هيبقى ليها ظروف والمقيدة ليها ظروف. المهم إباحة الانتفاع يعني يقتضي إن في صيغة تدل على الإباحة، يبقى في صيغة، يبقى أول ركن ليها الصيغة. من أهل التبرع يعني من المعير، يبقى هي صيغة ومعير. كويس؟ بما يحل الانتفاع به اللي هو المعار. آدي ثالث واحدة. يبقى عندي صيغة ومعير ومعار، واخد بالك ازاي؟ مع بقاء عينه علشان نخرج
الحاجة اللي بيستهلك عينه ليرده. الضمير هنا يعود على ايه؟ على المستعير. يبقى ده الركن الرابع. فهمت ازاي؟ يبقى اركان عقد الاعاره اربع حاجات: صيغه، معير، ومعار، ومستعير. تجيبهم التعريف. فهمتني بقى ازاي؟ يبقى اباحه الانتفاع من اهل التبرع بما يحل الانتفاع به. يقول لك يحل الانتفاع به عشان يخرج الحاجات الحرام، يعني ما ينفعش اديله حاجه حرام استعملها اصلا واعيرها، لان ده لا يجيزه العقد، لان كده بتعينه على فعل الحرام. يبقى لازم الشيء المعار يحل الانتفاع به. فنخرج مثلا الحاجات المحرمات، فما اقدرش اعيره خنزير مثلا، او اعيره كلب لغير حراسه لانه لا يحرم اقتناءه، او اعيره مثلا الات له، الات المعازف، كل دي حرام. واخد بالك ازاي؟ يبقى لازم ايه؟ او مثلا زي ما الشيخ احمد يقول لك اعيره مثلا زجاجه خمره، ما ينفعش، او شيء نجس، لان لا يجوز النجاسه، ينتفع بالنجاسه. يبقى من اهل التبرع بما يحل الانتفاع به. شوف لازم يبقى ايه؟ يحل الانتفاع به، انما يخرج ما يحرم الانتفاع به مع بقاء عينه، علشان تبقى اعاره، والا مش هتبقى اعاره، لان لو استهلك ما بقتش اعاره. ليرده على المتبرع، يبقى يده يد ضمان، لان ليرده يبقى اليد يد المستعير، يد ضمان. واخد بالك؟ لانه هنا وجب الرد، فيبقى اليد فيها مش يد امانه، يد ضمان. يعني يضمن، يعني انا اديتك كتاب تقراه، الكتاب اتحرق، مسؤول تجيب لي كتاب بداله. ما تقوليش اصله اتحرق ما كنتش قصدي. لا، ترد تجيب لي كتاب مكانه. فهمت؟ يبقى يد المعير المستعير على الاعاره يد ضمان، يضمنها. المثلي بالمثلي والقيمه في القيمه. ان كان ليها قيمه يديك قيمته، وان كان ليه مثلي يجيب لك مثله. فهمتني بقى ازاي؟ ادي اليد الضمان. أصلها في الشرع، يعني دليلها من القرآن: وتعاونوا على البر والتقوى، فهي من نوع من التعاون والمواساة. ربنا سبحانه وتعالى بيقول إيه؟ ويمنعون الماعون، بيزم اللي يمنع الماعون. الماعون اللي في الآية هنا اللي هو إيه؟ أهل البيوت بيستلف من الناس، مثلا عندها عزومة الست وفرح بنتها، تروح مستلف الطقم الصيني من عندك علشان إيه؟ تقدمه للضيوف. مش تحصل دي في البيوت عادي؟ او عندها طبيخ كتير، تروح واخده حل جارتها ومستلفه البوتاجاز بتاع جارتها تطبخ فيها يوم الفرح. هو ده اسمه المعون، اعاره. تاخد منها كوبايات، تاخد منها حاجات من دي، وبعدين تردها لها تاني. جايه في القران ايه؟ رايت الذي يكذب بالدين، فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين، ويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون، الذين هم يراءون ويمنعون ايه؟ المعون. يمنعوا المعون. المعون ده اللي هو الايه؟ الاعاره. لان الاعاره فيها مواساه، والشرع قائم على المواساه وعلى التعاون وعلى الاخاء وعلى حب ايه؟ الخير للناس. هو شرعنا قائم على كده، وانك انت تقف بجوار اخيك. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول ايه؟ والله في عون العبد، ما دام العبد في عون اخيه فده ضمن التعاون. كل دي ادله شرعيه. والنبي صلى الله عليه وسلم نفسه استعار، النبي في السنة استعار، استعار فرس أبي طلحة وكان عريا في ليلة شديدة الظلمة، وسمع صوت في فزع في المدينة، فراح ركبه وراح شاف ورجع. معروف الحديث في البخاري على غير سرد. واستعار برضه من صفوان بن أمية دروع وأسياف بعد فتح مكة عشان غزوة حنين، وقال له إيه؟ عارية مضمونة. قال له كده، قال له ايه؟ عارية مضمونة. فالنبي استعار صلى الله عليه وسلم. يبقى عندنا دليل من السنة ودليل من القرآن على ان العارية عقد مشروع. قد يكون واجب في بعض الاحيان، وقد يكون مستحب، لكن ايه؟ لا يرد عليه الاباحة. تملي العقود المندوبة لا يرد عليها الاباحة. واخد بالك ازاي؟ فيا اما مندوبه او واجب. واجب يعني ايه؟ لو افرض واحد في ليله شديده البرد هيموت لو ما تغطاش، وانت عندك فضل بطل،
واجب عليك تغطيه، والا هتسيبه يتلج يعني يموت. يبقى في الحاله دي الاعاره هنا واجبه لحفظ حياه الاخر. فهمت ازاي؟ او مثلا واحد في الارياف بتحصل حكايه دي، البهيمه بتاعته ماشيه راحت واقعه في حفره هتتخنق، وانا معدي قدرا ومعايا سكينه، اعير له السكينه يلحق يذبحها قبل ما تتخنق بدل ما تضيع ماليتها. يبقى في الحاله دي اعاره السكينه هنا واجبه شرعا حتى لا يضيع ماليتها. مش هقول بقى مستحب ومش مشكله واسيبه وامشي والنداله. يبقى احيانا يبقى عقد الاعاره يكون واجبا في بعض الظروف لحفظ روح، لحفظ مال، واخد بالك؟ انما في غير الامور دي الشديده فهو مستحب. العاده فيه انه مستحب. قد يكون حرام لو كانت بتعير حاجه يستعمل في ايه؟ في معصيه. انت عندك مثلا سلاح وعارف انه اللي هيستعيره منك ده هيروح يقتل بيه واحد عشان في بينهم طار، وتعيره له ما ينفعش. حرام قطعا انك تعير، لانك هتعينه على فعل محرم. وهكذا يبقى الانسان ياخد باله ان عقد الاعاره في اصله انه مندوب، لكن قد يطرا عليه ظروف يجعله محرم، وقد تطرا عليه ظروف يجعله واجب. لكن هو اصله انه مندوب. شرط المعير، المعير اللي هو صاحب الشيء اللي هيديه لك اسمه المعير، واللي هياخد الشيء منك اسمه مستعير، مش كده برضه؟ شرط المعير صحة تبرعه وكونه مالكا لمنفعة ما يعير. يبقى لازم صحة التبرع. فمن لا يصح تبرعه كصبي ومجنون، وتحط معاه كمان السفيه غير المهمل اللي هو محجور عليه بايه؟ بسفه، لا تصح اعارته. طبعا انت عارف صحه التبرع لا تكون الا من كامل الاهليه. كامل الاهليه لابد ان يكون بالغا رشيدا عاقلا عشان تقول كامل الاهليه، مش كده برضه؟ مالكا، لان ما ينفعش انا اعيرك في حاجه انا مش ملكي، مش كده برضه؟ يبقى كامل الاهليه لابد ان يكون رشيدا بالغا عاقلا مالكا للشيء. خدت بالك؟ فمن لا يصح تبرعه كصبي ومجنون لا تصح اعارته. ومن لا يملك المنفعه كمستعير لا تصح اعارته الا باذن المعير. يعني انا اعرتك الكتاب تقراه، انت ما تعرش الكتاب لواحد تاني، انت لا تملك المنفعه. اللي يملك المنفعه صاحب الشيء، وانا ملكتك المنفعه لك انت، فلا تملكها لغيرك الا باذني. فهمت ازاي؟ فالمستعير لا يملك المنفعه لكن يباح له الانتفاع، ولا يملك المنفعه، خد بالك، يباح له الانتفاع باذن المالك لكن لا يملك المنفعه. لو قلنا يملك المنفعه كالمؤجر في عقد الايجاره يملك المنفعه، يعني المؤجر ليه اجر لغيره، لان المؤجر يملك المنفعه. فهمتني ازاي؟ لكن المستعير لا يملك المنفعه، يباح له الانتفاع ولا يملك المنفعه. فطالما يباح له الانتفاع ولا يملك المنفعه يبقى لا يصح المستعير انه يعير لغيره الا باذن الملك الاصلي. فاذا اذن له الملك الاصلي انتقل الضمان للمستعير الثاني. فهم؟ طب اذا اعار غيره بغير اذن المالك يفضل هو الضامن امام المالك. فهمت المسألة؟ فناخد بالنا من الحتة دي. يعني لأن أنت بتملك الانتفاع مقابل ثمن. أنت أجرت مني الشقة لمدة سنة، هتديني في الشهر 1000 جنيه. خدت بالك إزاي؟ أنت وجدت نفسك مش هتستعملها، هتسافر، طرأ ليك سفر، وعلى عقد بيني وبينك لمدة سنة، فلك أنك أنت تؤجره لغيرك مدة بقية السنة دي بدون إذن المالك، بس بشرط تبقى في نفس الانتفاع. يعني ما تأجرها ليش محل، أنت واخدها سكن تأجرها لواحد سكن بنفس طريقة الانتفاع. فهمتني إزاي؟ لأنك أنت تملك المنفعة وبتدفع ليها أجرة. فهمتني إزاي؟ إنما الثاني المستعير ده يباح له الانتفاع ولا يملك المنفعة. في فرق بين أنني أبحتك أن تنتفع به، وفرق أن أنا ملكتك الانتفاع. المالك ليه يتصرف، انت مش مالك يبقى ما تتصرفش.
طب افرض انك انت عايز تعير غيرك وانت مستعير باذن المالك، تتصل بيه تقول له الو انا الكتاب اللي خدته منك او الحاجه اللي خدتها منك واحد شافها وعايز يستعيرها مني، ممكن اديها له؟ فهمت؟ فاذا اذن لك انتقل الضمان للتاني. ان لم ياذن لك وانت تصرفت تفضل انت اللي ضامن امامه، يسالك انت. فهمت؟ يجوز، لانه ده العقد المؤمنون عنده شروطين. فمن لا، ما احنا هناخد عقد الايجاره بتفاصيل بعدين، يعني الصبر جميل، لكن لان عقد الايجاره فيه ملك الانتفاع، لكن عقد الاعاره فيه اباحه الانتفاع. في فرق بين اباحه الانتفاع وملكيه الانتفاع. فاحنا بنتكلم على عقد الاعاره اللي هو فيه اباحه الانتفاع وليس ملك الانتفاع. وعشان كده قال لك وما لا يملك المنفعه، ومن لا يملك المنفعه كمستعير، يبقى المستعير لا يملك المنفعه لكن يباح له المنفعه، لا تصح اعارته الا باذن المعير، يرجع للاصيل الملك الاصيل. واضح؟ وذكر المصنف ضابط المعار. المعار اللي هو ما وقعت عليه الاعاره، اللي هو الكتاب او السياره او الدابه او اي حاجه او حاجة. وكل ما امكن الانتفاع به منفعه مباحه مع بقاء عينه جازت اعارته. يبقى لازم يبقى عينه، ما ينفعش ان انا اعيرك حل الطبيخ وبعدين اقول لك هات لي الطبيخ. طب ما هو حل الطبيخ انت هتاخد الطبيخ هتاكله. فهمت ازاي؟ لكن ايه، لكن انا ممكن اعيرك الحله اللي فيها الطبيخ، أبيح لك الانتفاع بالطبيخ لكن الإعارة تقع على الإناء نفسه، الإناء نفسه، يعني ترد لي الحل تاخد ما في زي بالظبط لما أعيرك الشاة عشان أبيح لك أن تحلبها وتأخذ لبنها وترجع لي الشاة، يبقى الإعارة وقعت على الشاة وإباحة الانتفاع وقع على اللبن. فهمت؟ بس ما يبقاش عقد إعارة، يبقى إيجارة هنا، طالما هيرد مثله يبقى إيجارة. أصل عقد الإعارة عقد فيه مواساة، أنا ما باخدش منك مقابل. إنما عقد الإيجارة ده عقد فيه مقابل. فهمت؟ أنت بتدفع. فطالما دفعت تملكت. لا ما يبقاش اسمه إيه؟ إعارة بقى. هتاخده سلف. سلف، عقد سلف، زي السلم كده. واخد بالك ازاي؟ وذكر المصنف ضابط المعار في قوله وكل ما امكن الانتفاع به منفعه مباحه مع بقاء عينه جازت اعارته. فخرج بمباحه آلت الله فلا تصح اعارته. يعني ما ينفعش ان انا اعيره عود او كمانجه او مثلا درابوكه أو صفارة. فهمت ازاي؟ لأن كل دي عندنا عند الشافعية يحرم استعمالها، ويحرم اقتنائها، ويحرم صناعتها، ويحرم بيعها، ويحرم ثمنها. كويس؟ يبقى فخرج بمباحة آلة اللهو فلا تصح إعارته. وببقاء عينه خرج إعارة الشمع للوقود فلا تصح. أدي لك أنا شمعة وإعارة، هتولعها ما هتسيح، هتستهلك. وانا ينفع اعيرك صابون تغسل بيه؟ طب ما هو الصابون هتتبري. فهمت؟ فما ينفعش ان انا اعيرك حاجه بتستهلك. طب امال دي ما بقى اسمهاش اعاره؟ لو اديتها لك دي ما اسمهاش اعاره، دي اسمها بقى هبه، هديه، سميها اي ما تسميها، لكن ما تحطهاش في عقد الاعاره. ليه؟ لان دي بتستهلك. عقد الاعاره نبحث فيه في الحاجه اللي هي اذا انتفعت بها لا تستهلك. فهمت بقى؟ وبقاء عينه إعارة، خرج إعارة الشمعة للوقود يعني للاستصباح يعني فلا تصح. وقوله إذا كانت منافعه آثارا، مخرج للمنافع التي هي أعيان كإعارة شاة للبنها وشجرة لثمرتها ونحو ذلك فإنه لا يصح. والراجح أنه يصح، هو هنا مشى على الضعيف. يعني ان انا اعيرك شاه
للبنها. يبقى اللبن ابحته لك والاعارة وقعت على الشاب. فهمتني ازاي؟ هو عقد اباحة مع اعارة. ابحت لك ملكية اللبن تنتفع به. اللي زي ما نحت العنز. مش الرسول صلى الله عليه وسلم الحديث في البخاري بيقول ايه؟ 40 خصلة اعلاها منيحة العنز. من فعلها ابتغاء ثوابها وتصديق موعودها دخل الجنة. حديث في المعروف في البخاري. واخد بالك؟ فكانت ايه منيحة العنز دي؟ يعني ايه؟ يعني انا عندي عنزة مليانة لبن. اديها الجاري يحلبها ياخد لبنها ويردها لي تاني. اسمها منيحة العنز. يبقى الاعارة وقعت على الشاه لان هيردها. لان الشاه مش هتستهلك. مش هتخلص بحلبها. لكن الايه اللبن ده هيستهلك. يبقى انا كأني اعطيته اللبن ابحته له تملكا على سبيل ايه المواساة، على سبيل الهبة، على سبيل الهدية، على سبيل الصدقة، زي ما تسميها. لكن الاعارة وقعت على الشاه. خدت بالك؟ او اعرتك الشجرة علشان تاخد ثمرها وتسيبها لي. زي العارية، احنا فاكرين انتوا في العارية في النخل، عارية النخل ياخد الثمرة لكن يسيب النخلة لملكها. فاهم؟ فلو قال لشخص خذ هذه الشاة فقد ابحتك درها ونسلها، فالاباحة صحيحة والشاة عارية. يعني قال له خذ هذه الشاة ابحتك درها او نسلها. الشاة دي كانت حامل. قال له اللي تولده ليك ورجع لي الشاة، او اللي يطلع لبن فيها احلبه ورجع لي الشاة. فتبقى الاباحة صحيحة، يعني اباحة استعمال ما يستهلك صحيح، ولكن الإعارة وقعت على الشاة أو على الشجرة في هذه الصورة. يعني طيب، وتجوز العارية بقى مطلقا من غير تقييد بوقت ومقيدة بمدة. بس خد بالك إن العارية المطلقة الغير مقيدة بوقت لا يجوز لك استعمالها إلا مرة واحدة. واضح؟ مرة واحدة. طب عايز استعملها تاني بإذن جديد. لكن لما تبقى مقيدة بمدة لك أن تكرر استعمالها طول المدة. فهمت الفرق بقى بين المطلقة والمقيدة؟ لو أعرتك شيء ما حددتش فيه مدة معناه أبحته لك أن تستعمله مرة واحدة، فلا تكرر استعماله إلا بإذن جديد. لكن لو أبحته لك إعارة لمدة أسبوع فلك أن تكرر استعماله كل يوم طول المدة ما تخلصت. فهمت الفرق بين المطلقة والمقيدة؟ يبقى مطلقة يعني مطلقة عن ايه؟ عن قيود الزمن. وتجوز العارية مطلقا من غير تقييد بوقت ومقيدة بمدة، اي بوقت. كأعرتك هذا الثوب مثلا شهرا. لو اقول لك اعرتك هذا الثوب شهرا فلبسته كل يوم ما يجراش حاجة. لك انك انت تعيره لغيرك باذن المعير ان كان استعماله مثلك. يعني نضيف في استعماله. اصل في ناس لما تيجي تلبس الحاجة تبهدلها. انا مدي لك ان البدلة بتاعتي تلبسها لمدة اسبوع عشان انت راجل هتخطب وهتتجوز وعندك فرحك، فهتتشيك بيها اسبوع وتجيبها لي. انا عارف انك انت راجل مؤنق في لبسك وما بتلبس الحاجة ما تبهدلهاش، فانا اديتها لك. فهم؟ فانت لقيت بعد كام يوم واحد صديقك تاني هيتجوز فعايز تديله البدلة دي، يجوز انك تعيرها له باذن المعير بشرط ان يكون مؤنق زيك، يعني استعماله نضيف زيك. انما لا، ده في ناس يلبس البدلة من دي ويروح بيته مش يغيرها ويعلقها، ده ينام بيها يبهدلها. يعني يجي ياكل يوقع عليها الطبيخ، حطش حتى فوطة، استعماله مش نظيف. تيجي العربية مش عارف تعطل منه ونام تحت العربية بالبدلة، يجي بالك كلها مشيحة مشحمة، يبقى استعماله سيء، يبقى ما ينفعش. لكن لك أن تعيرها لغيرك إن كان مثله في الإيه؟ في الاستعمال، أو أقل منه. إنما لو كان أسوأ منه لا. ليه؟ لأن أنت إيدك عليها يد ضمان. ما أنت لو اديتها له أساء هتضطر تجيب بدلة جديدة تديني بدلها.
او قيمتها، فهمت؟ فهتغرق. كل دي تفاصيل على اي حال. كأعرضك هذا الثوب شهرا، لو قلت لك خد الثوب ده شهر واستعملته انت الشهر استعمال المعتاد وبعدين بعد الشهر ده لونه بهت، ما يدورش، ما تضمنش، خلاص دون غصب عنه طالما مش اساءة، واخد بالك؟ لكن على اي حال، على اي حال هيدفع برضو قيمة النقص، قرش النقص، قيمة قرش النقص، يعني اتقطع مش تاجي ترفي، يرفيه هو بقى، فهمت ازاي؟ وبعد ما اترفت قيمتها قلت، فيدفع قرش النقص. يعني يرد لي البدلة، البدلة دي كانت قيمتها 1000 جنيه، 8000 جنيه، لما اتقطعت واترفت بقت 8500 جنيه، بقل 8500 جنيه، تروح مرجع لي البدلة وعليها 500 جنيه. ده اسمه قرش النقص، قرش النقص. فهمتني ازاي؟ ما احنا قلنا ان يده يد ضمان. لكن امتى لا يضمن؟ لو استعملوا الاستعمال المأذون به فاستهلك في المدة لوحده، لا تقطع ولا حاجة، واخد بالك؟ بس استهلك، يعني انا اديت لك البدلة دي تلبسها سنة وانت كنت بتلبسها كل يوم ساعتين بس، فهمت ازاي؟ يدوب على قد ما تحضر الاجتماع وتتهندم بيها وتنك تقلعها وتعلقها تاني نضيفة. فلما استعملتها طول السنة دي جيت انا اخدها منك لقيتها لونها بهت وبقت مش عارف، هنا لا ضمان، لان استعمالها استعمال مأذون فيه ولم يطرأ عليها نقص، النقص اللي طرأ عليها من الاستعمال مش من القطع او حدوث ايه نقص فيها، فهمت؟ ده من الاستعمال المأذون فيه. لكن انت لو استعملتها بقيت في طول السنة دي لابسها ليل نهار، بتنام بيها وبتصحى بيها وبتخرج بيها، ده استعمال غير مأذون فيه، يبقى تضمن، فهم؟ يبقى لو استهلكت في الاستعمال المأذون بيه لا ضمان، لان لو كانت عندي المدة دي كانت هتستهلك معايا برضه. لكن لو استعملتها استعمال غير مأذون بيه فاستهلكت تضمن. فهمت بقى المسألة؟ الفرق الحتة الدقيقة دي. وهي اي العارية اذا تلفت لا باستعمال مأذون فيه، يعني ولو من غير تقصير. اصل احنا امتى نضمنه؟ لو بالتقصير، لما تبقى يده يد امانه، وهنا في العاريه يده يد ضمان، الاصل فيها الضمان، فهمت؟ مش يد امانه. يبقى اذا تلفت ولو من غير تقصير، حتى لو تلفت بآفه سماويه، نزل كده يعني صاعقه من السماء حرقته، طب انا ذنب ايه؟ مالكش ذنب، دي افه سماويه بس تضمن، فهم؟ مضمونه على المستعير. النبي قال له ايه؟ قال له بل عاريه مضمونه، قايل كده لصفوان بن اميه، قال له بل عاريه مضمونه، فعرفنا ان العاريه مضمونه من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. مضمونه على المستعير بقيمتها يوم تلافها. طب افرض انك انت هو استهلكها او تلفت في ايده وانت متنازل عنها، خلاص ما يجراش، انت متنازل عنها دي حاجه تانية، لكن الشرع يقول لك انت ليك انك تطالب مثلا. لكن افرق المصريين يقول لك انا ما اقبلش العوض، حلو، ده من مكارم الاخلاق، يعني عاده كويسه من مكارم الاخلاق انك انت ما تكلفوش وتحتسبها عند الله، ده من مكارم الاخلاق. لكن من حيث العدل والمستحق لا يقبل العوض، فهمت ازاي؟ من حيث الفقه، لكن من حيث الاحسان، الاحسان اعلى. فالمصريين لانهم اتربوا على ايه؟ على مشايخ اهل احسان وفضل، استقر في ذهن الناس العوام يقول لك انا ما اقبلش العوض، لانه ده الافضل. مش معناه ان كده نقول له لا اقبل العوض لاحسان، لو رفضت العوض تبقى، لو قبل العوض مباح ولو تنازل يبقى افضل، ثوابه اعلى. واضح؟ مضمونة على المستعير بقيمتها يوم تلفها. هي قيمتها امتى؟ يوم التلف. يعني نشوف قيمة الحاجة دي يوم تلفها كانت كام، ويدفع قيمتها يوم تلفها.
فهمتني؟ لا يوم تلف على وضعها يوم تلف قبل ما تتلف، فهمت ازاي؟ لا بقيمتها يوم قبضها ولا بأقصى القيم ولا بالأعلى، قيمتها يوم تلفها بس. فإن تلفت باستعمال مأذون فيه، خد بالك القيد الأخير ده، فإن تلفت باستعمال مأذون فيه كإعارة ثوب للبسه فانسحق أو انمحق بالاستعمال فلا ضمان. انسحق يعني دال، وانمحق يعني بهت، خلاص؟ بالاستعمال فلا ضمان في الحالة دي طالما استعمال مأذون فيه. والله تعالى أعلى وأعلم. يا احنا سيبنا دي يعني، طب نقراها تاني. اه في سطر كده في بيقول: وفي بعض النسخ وتجوز العارية مطلقة ومقيدة بمدة، وللمعير الرجوع في كل منهما متى شاء، في المطلقة وفي المقيدة يعني في كل منهما. وحد لفكرة والمعير والمستعير، يعني حقك تضيف كمان والمستعير، والمعير والمستعير الرجوع في كل منهما متى شاء، لانه اصلا هو عقد ايه؟ عقد مواساة، وعقد المواساة زي عقد الوكالة، وعقد الوكالة طالما لا إلزام فيه يبقى يجوز ان انا ايه ارجع فيه، وان انا الغيه من اي طرف من الاطراف، يا اما المعير يا اما المستعير متى شاء. والله تعالى اعلى واعلم. لو في سؤال متعلق بالموضوع العارية، انتم ما تستحملوش حاجتين وقع بعض ولا نخش في الغصب، خلي الغصب المرة الجاية. بدون اذن، ده في حاجه اسمها الاذن العام. الاذن العام يعني ايه؟ يعني انتوا الاثنين قاعدين عايشين في اوضه واحده ومتعودين كده مع بعض بالاذن العام، تصحى الصبح تلاقي اللي القميص وجاي من عند المكواجي الاول تاخده انت تلبسه وتنزل، عارف انه مش هيزعل سواء اخوك او صاحبك، ما تفرقش، فده جائز طالما هتلبسه بالاستعمال ايه المأذون بيه شرعا. مش هتروح بس تاخد القميص بتاعه الجديد وانت اصلا بتشتغل في ورشه تروح تشتغل بيه في الورشه، فهمتني ازاي؟ لو هيزعل خلاص، حتى لو اخوك او ابوك، فهمت؟ عشان ما تزعلش حد. يبقى حاجه فيها اسمها الاذن العام، يعني انت عارف بالاذن العام كده هو لا يتاذى من الناس، واخد بالك؟ لكن ممكن يبقى اخوك يقول لك ايه الحاجات القديمه دي ليك تستعملها، انما الحاجات الجديده لسه فرحان بيها يقول لك اوعى تلبسها، اوعى تقرب الجديد ده، ما لكش دعوه بيه بقى عشان ما تزعلوش. يعني هو سيدنا الحسين بيقول انك انت ترفع الكلفة احسن، ده من باب ايه؟ التربية، مش من باب الفقه، ده من باب التربية. ده اسمه يسموه مقام الفتوة عند الصوفية، ده مقام الفتوة عند الصوفية. مقام الفتوة عند الصوفية انك انت ايه اما تبقى مع صديقك ما تملكه تعتبره هو يملكه، دي مقام اسمه مقام الفتوة، يعني ما يبقاش فيه ايه ملكية خاصة ليك طالما انتم مع بعض اصحاب وعايشين مع بعض عيشة واحدة، فاللي يجي لك كأنه جالك واللي في جيبك كأنه في جيبه، خدت بالك؟ ده اسمه مقام الفتوة، وده لا يستطيع كل الناس، لان في ناس يقول لك ايه عد قلبي ولا تعد رغيفي، مش يقول المثل كده لكن في ناس يقول لك ولا يا عم عد قلبي ورغيفي ولا همك. يحكى عن سيدنا ابراهيم بن ادهم انه كان مسافر مع واحد صديق له، سفر طويل يعني، كان زمان السفر يمشوا بقى في صحراء مدة طويلة، وكان معاهم حمار يركبوه بيبدلوا عليه، فصاحبه ده مرض مرض شديد في الطريق، فقعد يمرضه لحد ما ايه خف، وهو في فترة النقاهة قال له انا نفسي اكل لحمة كباب يعني، واخد بالك؟ هو معهوش فلوس، فراح باع الحمار وجاب له لحمة، واخد بالك؟ جاب له طلبات. بعد ما خف وشد عوده كده بيكملوا صفقة،
بيقول له فين الحمار؟ ما رضاش يقول انا بعته عشان اجيب لك لحم، واخد بقى عشان ما يكسفوش. قال له الحمار ما زال هو، فحمله على كتفه. دي ناس بقى اكابر، عشان كده كانوا اولين، واخد بالك، فحمله على كتفه. فدي دي اسمه مقام الفتوة، دي حاجات عالية تقراها في كتب التصوف لانهم ماتوا خلاص، انما الوقت ما فيش الحاجات دي. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد ان لا اله الا انت، نستغفرك ونتوب اليك. صلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله. احنا فاضل لنا الثلاث القادم والثلاث اللي بعده، وبعدين الاجازه السنويه. خلاص ان شاء الله هيبقى الثلاث يوافق 18/6، 18/6 ده اخر لقاء في هذا العام، وبعدين نلتقي بعد كده النص الثاني من شوال ان شاء الله باذن الله. سبحانك اللهم وبحمدك، شكرا.